ده لما تقارن اتنين نجوم زي دول مع بعض ما عندهمش حقهم. انما رضا كان حاجه تاني خالص خالص. كابتن شحته لا شحته بطل بعد ما رضا مات. شحته بطل يعني لعب معانا الدوري، خدنا الدوري واعتزل. شحته كان احكي لك في مباراه كنا بنلعب اتحاد اسكندريه في ملعبنا القديم. ملعبنا القديم ده حاجه اسامه، حاجه تاني غير الاستاد. كان اللي يجي يكتبوا لنا النجيله النتيجه بالجير على السنتر، اعمل اربعه نكسب اربعه كده. ده قبل المباريات، قبل المباراه ويعملوا قبل الماتش تلاقي فيه قفصين حمام للفرقه اللي جت لعبنا، ويتفتحوا في الملعب يطيروا الحمام يطير بحمام سلام. كان اللي يجي عندنا في اسماعيليه في الملعب الصغير بيرمي الثلاثه بونت ويمشي. ما يقدرش حتى ياخد بنت من لا 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 ياخد بنت يعني خلاص ده يبقى يعني اوريك رضا، عشان رضا بيموت اسماعيليه كلها. رضا اسماعيلي رضا كنا بنلعب في الكاس وجت ضربه جزاء فرضا كان متعور ما بيلعبش، فجاب عبد الستار الجول يشوط ضربه الجزاء. فعبد الستار ضيع لعب الكوره ضربت في القائم وايد الجول، فالناس طبعا زعقت بس لهم رضا كده ده رويش ده ما كانش حد بيشتم في جماهير الاسماعيلي نهائي. يعني في ماتش سنه 64 يا ريت تجيبوه كان الاسماعيلي والاهلي، وانت بتلعب اللي يكسب هياخد البطوله يعني هيبعد الثاني بكتير. تشوف جماهير نادي الاهلي ونازله من القطر حوالي 15-20 ألف جماهير نادي الاسماعيلي، جماهير نادي الاهلي تحيي جماهير نادي الاسماعيلي. ده موجود في التلفزيون عندكم انتوا زعتوه انا على ما تخرج جماهير الاسماعيلي بقى من الصوت والرجه بتاعتهم في عند الاستاد، تخرج جماهير الاسماعيلي من المدرجات جماهير الاسماعيلي ترحب بجماهير تستقبل جمهور الاهلي استقبلوهم. الماتش اللي لعبناه ده اللي 1-0 ضربه جزاء الماتش ده اسامه كان فيه على التراك مش اقل من 30,000 قاعدين. اسالوا الشيخ طه ربنا يديله الصحه، يعني بينك وبين الملعب متر اقسم بالله العظيم ما في مخلوق اتلمس من لعيبه نادي الاهلي. ودي حاجه. الحاجه الثانيه ما فيش لفظ انما اسماعيلي كسبه واسره واحده مش زي دلوقتي ما. بس العلاقه الجميله دي يا كابتن سيد اللي حضرتك بتحكي عنها دي بتبدا من اللعيبه جوه الملعب. اللعيبه العلاقه لعيبه الاهلي مع الزمالك هي دي اللي دايما اللي بتتنقل خارج الملعب. لا في ناس مطيوره في ناس مش عاوزه يبقى في الفه بين اللعيبه ولا بعد. بالعكس انا يمكن حكيت كذا مره انه نادي الاهلي بيقول لك نادي الاهلي ما استضافش نادي الاسماعيلي، قلت لهم بالعكس واقسمت ان نادي الاهلي عمره ما رفض. بالعكس انا اقول لكم انا يعني رحت نادي اطلب مباراه وانا ماسك منتخب مصر قالوا لي ب 50,000 الملعب انما هدولك عشان خاطرك ب 25. رحت نادي الاهلي ادوني ملعب الجزيره ببلاش وادوني ملاعب مدينه نصر بلاش، لعب اربع ماتشات دوليه في نادي الاهلي تمرينات وماتشات. بالعكس يعني ما في علاقه كويسه، وبالعكس نادي الاهلي عمل مباراه الاعتزال على ابو جريشة. بالعكس انا عملت مباراتين انا مع الزمالك، فالاهلي عمل مباراه على ابو جريشة وفي استاد الاهلي. وقصه التهجير وقت استقبال اللي اتقال ان الاهلي ما استقبلش نادي الاسماعيلي عنده ورفض الكلام ده كل ده وحضرتك كنت يعني من النجوم والجيل اللي كان موجود وقتها. كل ده كذب وافتراء ناس بتوقع. بالعكس هو بس الناس هنا بتاخد حتى في دماغها انه نادي الاهلي بيخطف لعيبه الاسماعيلي بس. كل اللعيبه يمكن اللعيب اللي راح لنادي من نادي الاهلي الاسماعيلي من بره لا اللي راح رسمي يعني الاسماعيلي للاهلي وخد رايي فيك ان المهندس نصر حسن كان رئيس النادي للشيف عبد الفضيل قلت له بيعه ما فيش باك كان قامها ما فيش باك بيجيب 6 مليون بيعوا باعوا دايرك بس انما كلهم مشوا اللي راح اعاره اللي راح لعب في حته تاني نادي الاهلي خده. من الفترات المهمه في تاريخ الكابتن سيد اللي عمره ما ينساها اول بطوله دوري النادي الاسماعيلي موسم 66 67 هو الموسم ده كان بعد ما رضا مات كنا بنقف دي على الحداد وكنا بنروح شوف بقى الحب والاحترام للنجم النجوم الاسماعيلي كنا بنروح قبل الماتش لما يبقى الماتش في اسماعيليه نقرا له الفاتحه قبل ما نروح الاستاد كنا نروح نقرا الفاتحه للرضا كلنا ولما كنا نسافر قبلها بيوم نقرا له الفاتحه روحه كانت مع نادي الاسماعيلي لانه ده هو اللي حبب كل اسماعيليه وبعدين كان لعيب فاز رهم فكان الاهلي فارقنا بخمسه بونت
الاهلي بقى يخسر مع الزمالك، يتعادل مع الزمالك، يخسر من الترسانه، الالوم يعني كانت ماشيه معانا واحنا بنكسب. كان معانا تومسون، تومسون ده المدرب، تومسون ده قال لك كان فاضل 11 ماتش، كنا 12 نادي، فقال لك انا لو جبت 18 بونت الراون الثاني هاخد الدوري. انا راجل بخرف يعني 18 بونت من 22 يعني تكسب اهلي وزمالك وترسانه والانديه الكبيره اللي بيسميها لك دي. وانا الراجل ده يعني خدنا 21 بونت من 22، ما تعادلناش غير مع منتخب السويس في اسماعيليه، بس كسبنا 10 ماتشات وتعادلنا ماتش. كانت فرحه كبيره وقتها طبعا، اول مره في تاريخ اسماعيليه بتاخد دوري، امكانياتك ضعيفه، بتاخد دوري من اهل وزمالك في مصر، انت عندك لعيبه كتير في المنتخب، فانت لما بتحرك الدوري من، ودي كانت البدايه، يعني بعد الدوري بقى اخدته المحله بعد كده، وبدا يروح الترسانه بعد كده برضه، الترسانه وراح يعني انت خرجته وراح الاولمبي من القمتين الكبار الاهل والزمالك. كل نادي يا كابتن اسامه لو اقول لك الاسماء يعني هنيجي مثلا الزمالك، في عندك سمير محمد علي، او كان في شاهين عندهم، كان وبي عندك احمد، عندك ياكن، وعندك احمد مصطفى، وبعدين احمد رفعت، وبعدين ابو رجيله، عندك حماده امام، عندك طه بصري، لا طه بصري بعدين، عندك النجوم الكبار دول، بعدين عندك فرقه عبد النصحي رفاعي عشان ما انساش حد، عمر النور، يعني اتمنى كل فرقه بتروحها فيها نجوم. امال ايه، ما انا شوف انا بقول لك بتاع الزمالك ده يعني، وتخيل انت لما تروح نادي الاهلي بقى تلاقي كان قبل عصام تلاقي مروان، وبعدين تلاقي ميمي عبد الحميد، وتلاقي طارق سليم، كابتن طارق الله يرحمه، تلاقي نجوم، بعدين تلاقي في نص الملعب الجوهري، تلاقي الشربيني، الشيخ طه، كابتن صالح، لا فنجوم، وبعدين حتى بعدهم النجوم اللي جم بعد كده، الجيل الثاني والثالث والرابع، ما انت من الاجيال بتاعت نادي الاهلي. ودي مش مجامله يعني، كل نادي الاسماعيلي تلاقي ميمي درويش، وتلاقي عبد الستار، وتلاقي السقه، وتلاقي شحته واميره والعربي، لا اسماء تخوف. تفتكر المواقف الحلوه لما كنتوا بتقابلوا النجوم دول يا كابتن سيد؟ احنا طبعا ما يعني مش ما بنعملش حساب، كنا يعني بتلعب مع فرقه كويسه، احنا فرقه كويسه، لما تيجي بتلعب نادي الاهلي، طب اقول لك احنا كنا نلعب نادي الاهلي، كنا قبل الماتش بنوصل مثلا للاستاد الساعه 1، نادي الاهلي في الجزيره، نطلع نقعد في المدرج مع الناس، بيبقوا اسمع اللوايا، مش من بدري قبل المباراه، بنروح قبل المباراه، كانك قاعد في بيتك، ان الزمالك او الاهلي او الترسانه، كل الانديه، كل الانديه، فانت دي بتلعب نجوم، انما لما بتروح تلعب فرقه اللي منك تعمل لها 100 حساب. يعني انا ممكن العب المنصوره ما كنتش بنام، المنصوره كان فيها نجوم، لا وغير نجوم حظها كويس على الاسماعيلي يعني، ودمياط، دمياط كانت فرقه، الفرقه دي كانت فرقه كابتن اسامه، فرقه كويسه. طب تفتكر بقى لما خدتوا الدوري سنه 66 67 المكافاه كانت كام؟ لا اقول لك قبل المكافاه احنا لما خدنا الدوري كنا بنلعب ال 11 اللي بيلعبوا، مفيش تغيير، مفيش تغيير، لا 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 ده كان شروط المسابقه. احكي لك واقعه، احكي لك واقعه، كان الفوز بنقطتين، احكي لك واقعه، ديربي الاسماعيلي كان ديربي مش المصري، كان ديربي الاسماعيلي والقناه، زي هنا في مصر الاهلي والزمالك، فبنلعب نادي القناه، القناه زي الاسماعيلي في اسماعيليه بالظبط، بس احنا بنفرق عنهم جماهيرنا، هم نجوم، عندهم نجوم، واحنا عندنا نجوم. فالدرب بتاعنا كنت انا اول ماتش العبه، كان تاني ماتش بالنسبه لي، اول ماتش لما بدات لعبت ضد مصر وكسبناهم 2-0، وبعدين تاني ماتش ضد القناه، القناه كنا بنلعب ميمي درويش داخل في كوره مشتركه، هوري لك حب النادي الاسماعيلي قبل الماتش، كنا بنلعب الطيران، كان في لولو درويش اخو اميره، فده بيلعب ناحيه الشمال واميره بيلعب انجراي، دخلوا بعض في كورة. دخل في كوره مشتركه، لولو خدوه على المستشفى، وشوف يعني اخوه يعني مش حاسب ولا بقول لك حب نادي الاسماعيلي، النجوم القدام بيحبوا نادي الاسماعيلي ازاي. فكنا بنلعب القناه، ميمي درويش في كوره مشتركه، فداخل في عادل زين، عادل زين راح مجلي كده، لقينا رجل ميمي درويش بقت كوره، ويس طربوش ظهره اتشال على نقاله، خلاص بنلعب 9 ناقصين، ما فيش تغيير خلاص، ما اللي كان لبتروس ناموسه واحنا كده ما بنكملش، مش تغيير 5 و3، لا ما كانش في تغيير نهائي. فالدقيقه 45 44 كان علي انديل الله يرحمه كان هو الحكم،
انا جبت الجول في الدقيقه 44 ونص الشوط الثاني، سانتارو راح مصفر، وبتلعبوا انتوا ناقصين اثنين، واحنا ناقصين اثنين وديربي واسماعيلي وقناه، فده كده احلى جول. ما قلتليش برضو المكافاه كام لما خدتوا الدوري وقتها، اول دوري، اول دوري خدناه قالوا لنا ليكم 150 جنيه وهنعمل لكم عمارة الدوري، وخد الفلوس حطها في البنك وادهنا سنة 70 قبل 70 وما تعملناش عمارة الدوري. يعني ما خدتهاش سنة 70 بالفوائد؟ لا، خدنا الفلوس عملت فوائد ادونا الفوائد بتاعتنا بس ما خدناش. عملت ايه بالفلوس وقتها؟ بعدين 75 يعني كل سنة انت الاول كان ممكن تشتري وتعمل، انما الفلوس لما بتيجي بعدها بسنين بتقل ازاي؟ يعني لما تاخدهم 65 66 غير لما تاخدهم 70. بس خدت حب الناس وقتها، بس حب الناس اكبر من الفلوس، ده طبعا كتبته التاريخ اللي عمره ما يتنسي. بص يا كابتن اسامه، انا مبطل بقالي 42 سنة. انا مشهور دلوقتي، انا يمكن مشهور فما بمشيش في الشوارع، في ناس كتير انا مشهور معاهم. انت محبوب بالنسبه للناس كلها الحمد لله. ما انا بقول لك مبطل بقالي 42 سنه. في ناس لعبوا وبطلوا ما حدش يعرف. فحب الناس ده هو الكنز اللي خدناه. طب قول لنا بقى الجيل اللي خد بطوله، اول بطوله دوري الاسماعيلي. اقول لك الجيل ده كان حراسه المرمى، كان مين؟ حسن مختار. الله يرحمه. حسن مختار كان بيلعب في القناه الله يرحمه، حسين. ما انا هقولهم لك كلهم، فيهم سبعه ماتوا اللي خدوا الدوري. كان حسن مختار الله يرحمه كان بيلعب في القناه. لا من بيرفؤاد للقناه. لعبناهم كسبناهم 6 وخدناه من القناه. ولعب عندنا كان في حسن مختار جول. كان في السناري باك رايد. كان في ميمي درويش. كان في حوده. كان في امين ابراهيم. كنا بنلعب اتنين في نص الملعب بس. كان في نص السيد وسيد حامد، دول فيهم 5 ماتوا الله يرحمه. الله يرحمه، ولا 6 ماتوا. وبعدين كان في لعبت انا ونجرايت، كنت انا ونجرايت، وكان انوس وعلى ابو جريشه وريعهم. ريعهم كان جالكم من الاهلي، ريعهم كان من النادي الاهلي. كابتن ريعهم. قول لنا بقى مين اللي كان دمه خفيف في الجيل ده؟ كان دمه خفيف في عندك سيد، انا وسيد حامد كنا دويتو مع بعض. كان في عندك السيناري دمه خفيف، عندك انوس. المواقف ايه اللي حصلت؟ لا المواقف دي كتيره يعني. كان حوده مثلا عاوزين في ماتش من الماتشات مش عاوزين يلعبوه. فجاب الدكتور حسين قال له قول رجله بتوجع يعني عنده شد ولا حاجه. فحوده راح لابس، كنا في استاد القاهره قبل الماتش، راح لابس الطقم بتاع الماتش وراح جاب كوره، كان في حيطه معرفش ادوها في الاستاد ولا لا موجوده غير كده. ففضل يشوط في الكوره في الحيطه. شوط الكوره في الحيطه، رجلي كويسه يا اولاد، رجلي كويسه، وقعد يشتم ولعب الماتش كان كويس.